العام هل ده اللي نجحوا خلى فيه. في رأي حضرتك اكتر من لاعب بعد ما تسجل اكتر من هدف يروحوا للجمهور ويعملوا لهم كده انتوا على راسنا على راسنا؟ طبعا يعني وكأن فيها مصالحه مع الجماهير. طبعا هم بيجيبوا اللي بيقولوا تعلم من سلبيات الرجاء. خلينا نقول مثلا ماتش الرجاء طبعا ان برده فرص الرجاء كانت كتيره جدا واحنا حتى كنا قلقانين، وبعدين النتيجه اتغيرت بنتين واحد. طب هنعمل ايه هناك؟ فزي ما قلت يا كريم كده ان مصالحه الجمهور دي خد بالك هم كل ذهنهم وكل فكرهم احنا عايزين نراضي ال 100 مليون دول. طبعا مش جماهير الاهلي بس، كل جماهير الاهلي اللي موجوده في مصر وفي العالم العربي. والجماهير دي تستحق تتراضى، هي داعمه في كل الاوقات وفي كل الظروف طبعا، لان هم دول يعني مشاركين معاهم في جميع البطولات، وهم دول المحرك الاساسي للعيبه. تخيل يا كريم لما كنا نرجع لورا كده شويه المباريات ديت من غير جماهير، شوف الاجوال اللي احنا جبناهم الاربعه ولا كان حد بيحس بيها. شوف النهارده لما بيجيب جول شوف المدرب بيبقى عامل ازاي واللعيبه بتبقى متحمسه ازاي. ده بيدي اصرار للعيبه ان يجيب الجول الثاني والثالث والرابع. طيب كان في جمل العوده بقى، العوده فيها كلام كتير. العوده زي ما كنا بنقول